زوجي لا ينفق علي، هل يحق لي أن أمتنع عنه في الفراش؟ وكيف أستطيع أن أطالب بحقي بعد 24 سنة من الزواج، علما بأنه طول هذه السنين لا ينفق علي؟ نفقة المرأة واجبة على زوجها، ولك الحق أن تمتنعي عنه في الفراش إذا كان فعلا لا ينفق النفقة الواجبة. أكرر، لا ينفق النفقة الواجبة، لأن بعض النساء تعتقد بأن يعني الأشياء يعني غير الأشياء الضرورية أو الحاجية هذه تجب على الزوج، والواقع بأن لا تجب على الزوج، لا تجب على الزوج، ولذلك تطلب المرأة أشياء هي من قبل الكماليات والتحسينيات، وتعتقد بأن هذا يجب على الزوج، وهذا لا يجب على الزوج. الذي يجب على الزوج النفقة الواجبة المشتملة على اللباس والطعام والشراب وبقية الأشياء الواجبة. نعم، إذا منعك منها لك عذر في أن تمتنعي عنه حتى يؤدي الحق الذي لك. كونك أخت الفاضلة صبرت 24 سنة وتأتين الآن تقولي ماذا أفعل، هذا كلام حقيقة ما ينبغي. أنت لا يذهب عليك أجر الصبر الذي صبرتيه، لكن تذكرين زوجك وتخوفينه بالله وتذكرين له حقك عليه من حيث يعني النفقة.